بشكل كبير وغير مسبوق. العملة العراقية المزورة ذات الفئة 25 و10 آلاف دينار تغزو بغداد. فعلى نحو الصدفة اكتشف عدد كبير من المواطنين هذه الفئات، وتتحدث جهات ومصادر عدة عن أن مصدر هذه العملة هي إيران، وتحمل هذه الفئات المزورة مواصفات عالية من حيث الطباعة والرموز السرية التي يصعب الكشف عنها بسهولة. الحذر من الفلوس المزورة اللي تراسها الشارع هاي الأيام. احنا سمعنا قبل فترة انه اكو عصابات دخلت فلوس مزورة من إيران ومن دول أخرى وما أعرف إيش، فئة 25 و10,000 دينار، يعني تزويرها جدا مضبوط. حتى هسه من اشوف الحصان موجود، انه موجود بالضوء هذا، بس وديت هنا انا ما منتبه هاي، شوف هذا اللون شلون صاير، ومن هنا صار صفرة، شوف حتى شيرة الفسفور موجود بيها، وهاي الصفحة اصلا عالية الدقة. ولم نستطع الحصول على اي رد امني او حتى رسمي لاستبيان كيفية دخول هذه المبالغ المزورة الى الاسواق في العاصمة بغداد. ويؤكد البعض من أصحاب مراكز الصرافة في بغداد أنهم يجهلون الجهات التي تقف وراء ترويج هذه العملات المزورة في بغداد، وإنهم استعانوا بأجهزة حديثة للكشف عنها بعد أن رصدوا أعدادا كبيرة منها بين الأموال التي يستلمونها من المواطنين. 25 تمر علينا أنه يعني مزورة الدرجة يعني عالية، لكن الأجهزة يعني هي احنا دا نعتمد على الأجهزة أكثر مما دا نعتمد على خبرة ذي مهمة يا رب، لكن هي مبالغ موجودة أغلب شيء 10,000 و25 الموجودة بالأسواق حاليا موجودة، يعني أكو شعرية متداول يعني بالأسواق الشعبية بمكانات يمكن بالمولات تمشي، كل الفئات موجودة خاصة أبو العشرة أكثر شيء. بس احنا بخبرتنا وهاي المكان الحديثة تكشف من المزور رأسا. وتتصاعد المطالبات الشعبية إلى الأجهزة الأمنية المختصة بضرورة متابعة هذا الأمر ورصد الجهات التي تقوم بالترويج لهذه الأموال في الوقت الذي يؤكد فيه مختصون أن هذه المبالغ يتم التداول بها بشكل كبير في المناطق الشعبية عن طريق عمليات البيع والشراء الاعتيادية أو تدويرها مع مبالغ نقدية أصلية. من بغداد يعرب القحطان، الشرقية نيوز.